علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ولزم البينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك، إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها، أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس، أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في الجميع ففعل. قال الشارح رحمه الله: أو قال هو لها أنت طالق بألف غدا، فقبلت في الحال فتبين في الحال ويلزمها الألف. هذا طلقها على ألف وقال لها أطلقك غدا على ألف، وقبل الألف وقبلت هي هذا الوعد، فإنها تطلق في الحال لا ينتظر إلى الغد. إذا قال لها أطلقك بألف غدا ورضيت هي ورضي هو وقبض الألف، فإنه ينجز عليه الطلاق في الحال. نعم. قال: أو قال أنت طالق بهذا الثوب الهروي بفتح الهاء والراء، وأشار لثوب حاضر، فإذا هو ثوب مروي بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو بلدة من بلاد خراسان كهراوة، فتبين منه ويلزمها الثوب، لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد، وهو مقصر. أي ما دام فيه إشارة إلى ما وقع به الخلع فقد تعين، عندما يقول أخالعك بهذا الذي أشار إليه أمامه وسماه، فلا يختلف ما إذا سماه باسمه أو وقع الاسم على غيره، لأن الإشارة أقوى من الاسم. لما يعين الشيء بالإشارة هذا أقوى شيء يعين، فقد تعين عندما قال هذا وخالعك بهذا الثوب الهروي، وبين تبين هذا الثوب ما هو هروي بل هو كما قال مروي أو من بلد أخرى، فلا يضر هروي ولا مروي، كله بعد ذلك لا يتعلق بحكم، وإنما تعلق الحكم بالإشارة بهذا الثوب. ما دام أشار إليه فالخلع يقع، ويقع بالثوب المشار إليه، ولا يلزمها يعني ما نطق به أو ما يعني النطق لا يعتبر مع الإشارة، لزم الخلع ولزمه الثوب الذي وقعت الإشارة إليه حتى ولو لم يكن هو المسمى بذلك الاسم. نعم. قال: ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين أنه مروي، فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق، وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي. إذا كان يعني أما في أثناء
التعاقد على الخلع والحديث عنه والكلام عنه. قالوا الخلع يكون بثوب هروي، ولكن ليس فيه إشارة ولا تعيين. وبعدين خلاص قالوا توافقنا على أن يكون الخلع بثوب هروي، فإذا كان لم يقبضه فلا يلزمه، هو يعني أراد يعني ثوب هروي هو في الواقع لم يكن هرويا، الحديث والكلام في الخلع صار على ثوب هروي وهو في الواقع لم يكن كذلك. فإذا كان لم يقبضه لم يقع الخلع، لأن الخلع الكلام فيه تم على ثوب هروي، والثوب مع ذلك قبل أن يقبضه تبين أنه مروي لما فتحوه، وقبل أن يقبضه وجدوه أنه غير ثوب متفق عليه فلا يلزمه خلع. لكن إذا كان قبضه وجده غير الثوب الذي صار الحديث عنه فالخلع لازم، وعليه أن يطالب بالثوب الذي تم الاتفاق عليه. يعني إذا حصل القبض حصل الخلع، حتى لو كان الذي قبضه غير الذي تم الكلام عليه، وإذا كان قبل القبض فلا يلزمه خلع، وإذا قبض حتى لو كان القبض خطأ لم يقبض الثوب المتفق عليه فإن الخلع لزم، وعليها أن تعطيه الثوب المتفق عليه ويرد الذي أخذه خطأ. نعم. قال: وأما إن قال أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاق لأنه تعليق معنى. هذا كأنه علق، كأنه يقال لها إن أتيتني بثوب هروي فأنا خالعتك، يعني قوله أخالعك على ثوب هروي هذا في قوة التعليق، كأنه قال لها إن أتيتني بثوب هروي فأنا أخالعك، فإذا لم تأتي بالهروي وأتت بشيء آخر فلا يقع المعلق عليه. لماذا يعني في تعليق لابد لا يقع المعلق يعني إلا إذا حصل المعلق عليه بعينه، أما إذا كان حصل شيء آخر غير المعلق عليه فلا يقع المعلق، لا يقع الخلع. نعم. قال: أو طلقها بما في يدها مختفيا وفيه متمول لزمته البينونة على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة، أو لا متمول فيها بألا يكون فيها شيء أصلا، أو شيء غير متمول كتراب فتبين منه على الأحسن لأنه أبانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل. يعني إذا كان خلعها على شيء متمول يعني له قيمة مالية ولو قليلة، وخلعك على ما في يدك من مال متمول من شيء متمول، فإنه ما وجده في يدها يقع الخلع به ولو كان قليلا ولو كان زبيبة. وإذا كان خلعها على ما في يدها متمول أو غير متمول ووجد يدها فارغة قال فيقع الخلع أيضا على الأحسن، قال لأنه عندما قبل الغرر فهو مجوز لئلا يجد شيئا، فهو داخل في العقد على أن يجد أو لا يجد، فإذا لم يجد فهذا داخل عليه من أول الأمر ومجوز له، مثل ما إذا كان خالع على حمل في بطن شاة ثم بعد ذلك تبين أنه لا حمل فالخلع يقع ولا يعني لا يلزمها شيء ولا يعني يتحصل على شيء والخلع يقع.
فكذلك إذا خلع على ما في يدها وهو غير متمول وجد لم يجد في يدها شيئا على الإطلاق. فالخلع قال يقع عليه على الأحسن لأنه داخل على ذلك. لكن الشيخ هو هنا داخل على أن في يدها شيء. لا متمول غير متمول، ما قال في على داخل على في يدها متمول، هذا قال اتفاقا مهما يجده من الشيء المتمولة ولو كان قليلا تافها فيلزمه اتفاقا. لكن الصورة الأخرى دخل على شيء غير متمول ما في يدك ولو غير متمول، فوجد ترابا أو وجد فارغة، قال على الأحسن يلزمه أيضا حتى في هذه الصورة الأولى بالاتفاق، والصورة الثانية في غير المتمول على الأحسن، قال لأنه داخل ومجوز على ألا يجد شيئا، على ألا يجد شيئا. قال لا إن خالعته بما أي بشيء معين لا شبهة لها فيه بأن كانت عالمة بأنه ملك غيرها فلا يلزمه الخلع لأنه خالعها على شيء لم يتم له، وظاهره ولو أجاز مالكه. أي تقدمت إذا خالعته على شيء معين، حيوان معين، سيارة معينة، وبعد أن سلمتها تبين أنها ليست ملكا لها ولا شبهة لها فيها، وإنما هو شيء مغصوب أو مسروق، فاستحقه صاحبه من يد الرجل، في هذه الحالة لا يلزمه خلع. الخلع غير لازم له، لأنها غررت به وأعطته شيئا لا شبهة لا في ملكه، لم يجي له ملك، لم يجي لها ملك عليه، فهي غررت به وخلعته، وما دام تعلم ذلك فلا يلزمه خلع. نعم. قال وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله، وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة. يعني ثلاث صور، إذا خلعته بشيء يعني لا تملكه لا شبهة لا فيه، فإن كان معينا سيارة بعينها أو حيوان بعينه وأخذ منه فلا يلزمه خلع، وإذا كان هذا الشيء لا تملكه ولكنه غير معين، خلعته على شيء موصوف في الذمة، سيارة موصوفة أو حيوان موصوف أو عرض موصوف من العروض، في هذه الحالة إذا أعطته له وأخذه واستحق منه فالخلع يقع، وعليها أن تعطيه مثله لأنه موصوف في الذمة، وإذا موصوف في الذمة من بعد أمر يعني ذمتها تعلقت به، لم تتعلق بهذا المعين الذي أخذ، تعلقت بشيء موصوف، فماذا أخذ هذا فغيره يقوم مقامه. هذا الفرق بين المعين وغير المعين، غير المعين غيره لا يقوم مقامه، ولذلك لو أخذ بطل الخلع، وغير المعين ماذا موصوف في الذمة غيره يقوم مقامه، فإذا استحق فالخلع لازم، وعليها أن تعطيه مثله، مثل الصفة التي يعني الصفة الأولى التي استحقت. هذا إذا كان الذي أعطته لا شبهة لها فيه، لا تملكه، يعني معروف أنه مغصوب وتعرف هي ذلك، لكن إذا كان عندها فيه شبهة تظن أنه ملك لها فتبين أنه ليس ملكا لها وتلزمها القيمة، أعطته شيء تظن أنها تملكه وأخذ منه واستحق منه فالخلع لازم، وعليها أن تدفع القيمة، قيمة هذا الشيء الذي أخذ منه.
قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: أو خالعته بتافه أي دون خلع المثل في قوله لها: إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق، لم يلزمه خلع ويخلى بينه وبينها، وإن لم يدعي أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه، إذ قوله ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل، فإن دفعته له لزمه وإلا فلا. هذه صيغة من الصيغة تقدمت، هذه إذا كان قالها لو أعطيتيني ما أخالعك به، والذي أعطته له كان أقل من مهر المثل فلا يلزمه الخلع، لأن السياق والعرف والقياس تدل على في قوله ما أخالعك به يعني ما يقع به الخلع عادة هو خلع المثل. وقوله بتافه يعني سواء كان فعلا تافها مثل الزبيبة كما تقدم، وإلا حتى هو أكثر من ذلك ولكنه أقل من مهر المثل، مدام هو أقل من مهر المثل فلا يلزمه الخلع، فإذا أكملت له خلع يعني خلع المثل لازم الخلع وإلا لم يلزمه، بخلاف لو قال لو أعطيتيني خلعا أو شيئا أو كذا فكما تقدم أنه يلزمه، وإذا طلب خلع المثل حينها يلزمه اليمين، إذا بد أن يحلف يقول ما قصدت بكلمة لو أعطيتيني خلعا ما قصدت به إلا مهر المثل، فإنه يعطى له مهر المثل بشرط أن يحلف. ولو أتى بالخلع أو بالصلح معرف بالألف واللام تقدم أنه يلزمها مهر المثل وله الحق في المطالبة أكثر من مهر المثل ولكن باليمين، لو أن يطالب يقول أردت بالصلح بالألف واللام المعهود في ذهني الذي أردت وقصدته وأن يكون أكثر من مهر المثل، فإنه يقبل قوله بيمين في أكثر من مهر المثل، في الخلع المعرف وصلح المعرف، وفي خلع منكر وصلح المنكر يعني له أن يطالب بمهر المثل ويقبل قوله بيمين. وهنا لفظ هذا لو أعطيتني ما أخالعك به، فهذا يحمل على مهر المثل من غير يمين، إذا أعطته مهر المثل يقع الخلع، وإذا أعطته أقل من ذلك فلا يقع الخلع. نعم. قال: أو قال لها طلقتك ثلاثا بألف فقبلت منها طلقة واحدة بثلث أي ثلث الألف، لم يلزمه طلاق، إذ من حجته أن يقول لم أرض بطلاقها إلا بألف لا بأقل، ولذا لو قبلت الواحدة بألف لزمته الواحدة بها. قال أطلقك ثلاثا بالثلاث بألف، فقالت هي أردت أن تعمل حسبة تقسم الثلاثة على ألف، تقول لني لا أريد إلا طلقة واحدة وأنا أعطيك ثلث الألف، قال هذا لا يلزمه الكلام، هذا الحسبة ما يشفي صالحه، قال أني ما قبلت الطلاق من أصله إلا بالألف، فإذا أعطيتني الألف طلقتك، كنا واحدة ولا ثلاثة هذا لا يعنيني، لكن لا بد من ألف وغرضه الألف، وذلك لو رضيت هي بواحدة بالألف خلاص يلزم الطلاق، لأنه المهم هو أن يحصل على الألف، لكن تقسيم طلقات على الألف هذا لا يلزمه. نعم. قال: وإن ادعى الزوج الخلع وادعت هي الطلاق بلا عوض، أو اتفقا على الخلع وادعى قدرا كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة، أو ادعى جنسا كعبد وادعت غيره كشاة،
حلفت في المسائل الثلاث وبانت ولا شيء عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين. يعني الخلاف صار نزاع بين الرجل والمرأة في هل الطلاق كان على خلع أو لم يكن على خلع. الرجل يقول طلقتك على خلع مقابل مال، والمرأة تقول له لا، أنت طلقت من غير خلع، من غير مال، من غير مقابل. هذه صورة من النزاع. الصورة الثانية أن يقع النزاع في مقدار الخلع. هي تقول خلعتك بخمس، ويقول خلعتك بعشرة. هي يعني تدعي الأقل ويدعي الأكثر في العدد. الصورة الثالثة النزاع حصل بينهم في نوع الخلع، شنو هو؟ واحد يقول حيوان، واحد يقول عرض من العروض، واحد يقول جهاز كمبيوتر، واحد يقول سيارة، واحد اختلف في النوع. وفي هذه المسائل الثلاث يعني الاختلاف في أصل الطلاق هو بخلع أو بغير خلع، أو بقدر الخلع هل هو خمسة ولا عشرة، والاختلاف في نوع الذي وقع به الخلع هل هو سيارة ولا جهاز ولا كذا. في هذه الحالات الثلاث والمسائل الثلاث القول قول المرأة، لأن الأصل عدم دفع المال، والأصل عدم دفع القليل، والزائد مدعي فيه، فالقول قولها بيمينها. عليه إذا هي حلفت في الصورة الأولى لا يلزمها شيء، طلاق يكون طلاق من غير خلع. وفي الصورة الثانية الاختلاف بين الخمسة والعشرة لا يلزمها إلا القليل، الأقل وهو الخمسة. وفي الصورة الثالثة اختلاف في النوع أيضا يلزمها النوع الذي دعته وقالته هي. فإذا حلفت صدقت وأعطت حسب دعواها وحسب قولها. نعم. قال فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى. أيوة، هذه اليمين تنقلب. إذا هي حلفت أخذت حسب قولها، وإذا نكلت على اليمين ترد اليمين على الزوج، فإذا حلف مع ذلك يقضى له، ومن حق أن يأخذ العشرة ويأخذ النوع الذي هو ادعاه، ويأخذ ويجعل الطلاق بخلع، لأنه يعني في هذه الحالة يقضى له بيمينه مع نكولها. قال فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف، والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد، أي عدد الطلاق. فإن نكل فالقول ما قال المصنف، يعني في الحالة الأولى، يعني لا يتحصل على شيء في حالة ما إذا كان مختلف في هل هو الطلاق وقع بخلع أو بغير خلع. إذا نكل لا يتحصل على شيء، وإذا كان يعني اختلفوا في خمسة ولا عشرة لا يتحصل إلا على الخمسة، لأن هذا هو اللي قال المصنف في بادي الأمر. وإن اختلفوا في النوع فالقول قولها، يعني عند نكوله يقضى لها حسب قولها. هذا معنى قول ما قاله المصنف. نعم. قال والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد، أي عدد الطلاق، واتفقا في العوض أو عدمه. فإن قالت قد طلقني ثلاثا، وقال الزوج بل واحدة، ممكن هذا النزاع هنا في نعم، ممكن بأن قالت قد طلقني، بش فإن قالت بأن قالت، يعني النزاع هنا فيما يملكه هو الآن في عدد الطلاق. هو قال طلقتك واحدة، وهي قالت طلقتني ثلاثا. فالطلاق يملكه الرجل، والقول قوله
حتى لو ادعت هي الطلاق وادعى هو عدمه فإنه يصدق، لا تطلق إلا إذا قامت عليه بينة. فعند النزاع في الطلاق من أصله أو في عدده القول قول الزوج. نعم. قال والقول قوله. عندما يقال قول قول الزوج ده بيمين يعني. والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد أي عدد الطلاق واتفقا في العوض أو عدمه، بأن قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة. قال كدعواه أي الزوج موت عبد غائب غير آبق خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده، أو ادعى حين ظهر به عيب أن عيبه كان قبله أي قبل الخلع، فالقول له في المسألتين لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان، والظاهر بيمين. هنا تنازع في ما وقع به الخلع، خالعته على حيوان ولا عبد فمات، لكن هو يدعي أنه مات قبل الخلع ويتقول له أنت قبضته ومات عندك، لأنه إذا مات قبل الخلع معناه يجب عليه أن تعطي بدله، وإذا مات بعد الخلع معناه مصيبة عليه. وكذلك لو اختلف في العيب وجده الزوج معيبا على غير الصفة المتفق عليها، وهو ادعانا العيب قديم ويدعتنا العيب حادث بعدما وصل إليه، قال في المسألتين القول قول الزوج لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه. يعني هذه مسألة يختلف عن مسألة البيع، بيع الغائب يختلف عن خلع الغائب، لأن هنا يتكلمان، هنا المصنف يتكلم على خلع وقع بشيء غائب مش حاضر، لم تسلم له العبد والحيوان، وإنما خلته على عبدنا حيوان غائب عن المجلس غير موجود في مكان آخر في بلد آخر، قالت له تأخذه خلعا، فهو ادعى أنه وجده معيبا وميتا قبل أن يقبضه وهي نفت ذلك، فالقول قوله لأن الأصل قال عدم انتقال الضمان إليه في يعني في مسألة الخلع، ما ينتقلش الضمان إليه فضمانه عليها، ولا يلزمه الخلع إلا إذا أتته بالمتفق عليه سالما. وهذا بخلاف العبد الآبق، لأن هنا وقع الخلع على شيء غائب موجود، واختلفوا في عيبه أو في موته قبل القبض أو بعده، لكن بخلاف لو كان الخلع وقع على عبد آبق فإن الضمان عليه ما عاش يبقى لا يستطيع أن يرجع عليها، سواء وجده سليما أو معيبا أو لم يجده فالخلع لازم قبض ولم يقبض. فمسألة الغائب يعني يختلف عن مسألة الآبق، الآبق هو داخل عليه من أول الأمر، مجوز لعدم الحصول عليه، ولكن الغائب هذا داخل على أنه يقبضه ويقبضه سالما، فهو قبضه ولكن قال وجدته معيبا، فالأصل أنه لا ينتقل الضمان إليه إلا بقبضه. قال والظاهر، قال لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان،
والظاهر بيمين. الظاهر بيمين يعني هو يحلف، يعني لا يلزمه الضمان بشرط أن يحلف، قل ما وجدته إلا معيبا، لقد مات قبل أن يصلني، فالقول قوله بيمين. وعليه البيان إلا إذا كان هي عندها بينة على أنه وصله ثم مات بعد ذلك وتعيب عنده، في هذه الحالة يلزمه الضمان. قال: وإن ثبت موته بعده أي بعد الخلع فلا عهدة أي لا ضمان عليها، بل مصيبته منه، لأن الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد، بخلاف البيع فإن ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري. وإذا مات إيه؟ قال: وإن ثبت موته بعده فلا عهدة أي لا ضمان عليها. يعني إذا كان ثبت موته بعد الخلع، يعني كلام هنا كله قبل الخلع وبعد الخلع، إذا كان هو ادعى أنه مات قبل الخلع وتعيب قبل الخلع فالقول قوله بيمينه إلا إذا قامت بينة. وإذا ثبت أنه مات قبل الخلع مات بعد الخلع حتى ولو لم يقبضه ومصيبته عليه، لأن هذا يختلف عن مسألة البيع. الخلع الضمان ينتقل، يعني فيه الضمان على الزوج بمجرد العقد، فلو مات بعد العقد وقبل القبض فضمانه عليه في الخلع، لكن في البيع، بيع الغائب، لو واحد باع شيئا غائبا، باعه وهو غائب ثم بعد ذلك هلك بعد العقد وقبل أن يقبضه المشتري، فضمانه على البائع، لأن بيع الغائب لا ينتقل فيه الضمان على المشتري إلا بالقبض، بخلاف الخلع. الخلع لا يشترط القبض، ما دام ثبت أن الهلاك حصل بعد العقد فالضمان هو على المشتري والزوج في هذه الصورة، يعني في مسألة الخلع فهو ضامن ومصيبته عليه، ولا يشترط أن يقبضه سالما، يعني بمجرد ما تم العقد فهو في عهدته وضمانه عليه سواء كان قبضه سالما أو لم يقبضه، بخلاف البيع. يعني هو شيخ في الخلع يعتبر الزوج هو البائع والزوجة مشترية، هو أحيانا يصوره مشتري وأحيانا يصوره بيع، لكن في هذه الصورة هو بمثابة المشتري في البيع. البيع الغائب، البائع لو بنقيسوه على بيع الغائب، بيع الغائب لا ينتقل فيه الضمان على المشتري إلا بالقبض، إذا هلك بعد العقد وقبل القبض فضمانه على البائع، ولا ينتقل الضمان على المشتري إلا بالقبض، هذا في البيع. في هذه الصورة صوروا الزوجة بمنزلة البائع، إذا كان هي خلعته على حيوان ثم بعد ذلك بعد الخلع هلك هذا الحيوان، ثبت بالبينة أن الحيوان هلك بعد عقد الخلع وقبل أن يقبضه الزوج هو زي المشتري في البيع، في هذه الحالة يلزمه الضمان، بخلاف لو كان مشتريا، لو كان الزوج مشتريا في هذه الحالة لا ينتقل عليه الضمان إلا إذا قبض هذا الحيوان، ولو كان يعني هلك بعد العقد ما دام ما قبضاش ضمانه لا يزال في ذمة البائع. لكن في الخلع ما دام هو الهلاك وقع بعد عقد الخلع فضمانه على المشتري، ضمانه على الزوج هنا وحتى قبل أن يقبضه، وهذا وجه الخلاف بين
البيع والخلع. الخلع لا ينتقل فيه الضمان، الخلع ينتقل فيه الضمان على المشتري بمجرد العقد، والبيع في البيع الغائب يعني في العقد على الغائب ينتقل فيه الضمان على المشتري وهو الزوج بمجرد العقد حتى ولو لم يقبض، لكن البيع لا ينتقل فيه الضمان على المشتري ضمان الغائب إلا إذا قبضه. نعم. قال: وأما لو خالعته على آبق فلا عهدة عليها مطلقا، مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده، إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره. يعني هذا يختلف فيما إذا كان العقد الخلع على شيء آبق أو شيء ضائع، سيارة ضائعة أو حيوان ضائع، قالت له إذا تحصلت عليه فخذه خلعا، في هذه الحالة لا يلزمها شيء، يعني إذا وجده سليما أخذه، وإذا وجده معيبا أخذه معيبا، وإذا مات لا شيء له لأنه داخل على ذلك ومجوز لئلا يتحصل عليه. قال: إلا إذا كانت هي عالمة، غررت به، عالمة أن هذا الحيوان مات وادعت أنه يعني هو هرب منها ولكن تعلم أنه مات، فإذا كانت تعلم بذلك فتلزمها القيمة لأنها خلعته وغررت به. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال الشارح رحمه الله: فصل. طلاق السنة، أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله. انتقل الآن المصنف بعد انتهى من الكلام على الخلع، انتقل يتكلم على الطلاق، والطلاق يعني وأعم يشمل طلاق الخلع وغير الخلع، لكنه بدأ بالخلع ثم بعد ذلك صار يتكلم على الطلاق. الطلاق لأنه كان يعني هو الترتيب الأصل فيه أن يتكلم على الطلاق أولا، لأنه يحتاج إلى تعريف، يعرف الطلاق ويعرف أركانه ويعرف شروطه، ثم بعد ذلك يتكلم على نوع من أنواعه وهو الخلع، كي كان يعني الترتيب، لكن هو عكس وتكلم عن طلاق الخلع ثم قال طلاق السنة. طلاق السنة هذا نوع من أنواع الطلاق، لأن الطلاق ينقسم إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. وطلاق السنة قال مش معناه أن الطلاق هو في حد ذاته سنة، لا، الطلاق الذي أذنت به السنة بحيث صاحبه لا يكون مخالفا لما ورد في السنة، لما ورد في القرآن، يعني هو ليس مخالف للسنة فقط بل أيضا مخالف للقرآن، يعني الطلاق إذا وافق السنة وافق القرآن فهو طلاق مأذون به شرعا، وإذا خالف فهو غير مأذون به، إما يعني حكمه يكون بعد ذلك التحريم ويكون حكمه الكراهة. والطلاق قلنا الأصل فيه حكمه، الأصل فيه حكمه الجواز إذا دعت إليه حاجة، هذا هو عند جمهور العلماء أن حكم الطلاق أصل فيه الإباحة، لكن إذا دعت إليه حاجة، لا إذا كان من غير سبب، إذا كان من غير سبب فيكون مكروها أو خلاف الأولى، لكن إذا دعت إليه حاجة للزوج فهو مباح. يقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني لا حرج، مباح لكم هذا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أيضا تخير فيه إباحة أيضا، فهذا هو الحكم الأصلي.
عند الجمهور عن جمهور العلماء. ومن يقول أن الأصل في الطلاق هو الكراهة، لحيث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وورد بألفاظ متعددة، والحديث يعني هو مخرج في السنن وفي المستدرك، وقال على شرط مسلم، ولكن الدارقطني وابن أبي حاتم قال الراجح إرساله، أنه مرسل، حديث مرسل. فقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلالا وسماه مبغضا فمعناه أنه مكروه، وإن كان أصله حلال فهو مكروه. فإن قيل كيف يجتمع الحلال والكراهة، لأن الإباحة حكم والكراهة حكم آخر، وقال الحلال يقصد به هنا هو ما قابل الحرام، يعني الطلاق ليس حراما، وما ليس حراما قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون مندوبا. فيقصد بحلال هنا ليس الإباحة المقابلة للكراهة، وإنما الإباحة المقابلة للحرمة، أو مباح ولكنه يعني لكنه مكروه لأنه مبغض، ماذا وصف بأنه مبغض فإنه يكون مكروها. هناك من العلماء قال إنه حرام، يعني قال الطلاق حرام إذا كان يعني ليس له سبب وليس هناك ما يدعو إليه، لأنه فيه إضرار بالأسرة، إضرار بالزوجة، وإضرار بالأولاد، وإضرار بالزوج نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ما دام فيه ضرر قال فينبغي أن يكون حراما. لكن الصحيح عند الجمهور هو أنه مباح، حكمه الإباحة عند ما تدعو الحاجة إليه. وقد تعترضه الأحكام الأخرى غير الإباحة، فقد يكون واجبا، مثل ما إذا كان أدى إمساك الزوجة إلى حرام كان ينفق أن ينفق عليها من حرام، أو يكون نكاح فاسد، فهذا يجب الطلاق في هذه الحالة والفراق، لأنه لا يجوز البقاء على الفاسد. وإذلك وجب طلاق المولي عند نهاية المدة إذا لم يفيه، الطلاق واجب لأن فيه ضرر في البقاء ضرر. وكذلك في حالة اللعان يعني يكون واجب إذا لعن الزوج ونفى الحمل وكذا، يعني في هناك صور الطلاق يكون فيها واجبا. وقد يكون الطلاق حراما مثل الطلاق في الحيض زي ما يأتي، الطلاق البدي من صوره الطلاق في الحيض، والطلاق في الحيض حرام متفق على تحريمه. وقد يكون يعني مندوبا إذا كانت المرأة غير مستقيمة ومقصرة في حقوق الله ولا في حقوق الزوج، لا تصلي ولا تستمع الكلام ولا كذا، فيكون الطلاق في هذه الحالة مندوبا. وقد يكون مكروها إذا كان ليس هناك سبب يدعو إليه، هو يعني المرأة قائمة بحق الله وحق الزوج وكذا، ويريد أن يطلقها هكذا من غير سبب إلى ذلك، فالطلاق في هذه الحالة يكون مكروها. المهم الطلاق يعني تعتريه الأحكام، والأصل فيه الإباحة، وإذا دعت إليه الحاجة، وإذا لم تدع إليه الحاجة يكون مكروها أو خلاف الأولى. هذا حكم الطلاق من حيث هو. ثم بعد ذلك قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا، ويأتي يتكلم على الشروط التي
تجعل الطلاق صيا لابد أن تتوفر فيه شروط محددة، إذا فقد بعضها يكون بدعيا. نعم. قال: فصل. طلاق السنة أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله، وليس المراد أنه سنة، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة، وإنما أراد المقابل للبدعي، والبدعي إما مكروه أو حرام كما يأتي. قال: واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب، فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم، وما لم يستوفها فبدعي. يكون سنيا ويكون حراما ولو حرم، إذا استوفى الشروط وهو أن طلقها الزوج في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يردف عليها طلقة في العدة، هذا هو الطلاق السني، هذا يسمى يوصف بأنه سني ولو كان حراما. كيف يكون حراما ويكون سنيا؟ قلنا المراد بالسنة هو ما أذنت فيه السنة، أذنت السنة به على حرمته، لأن إذا كان الزوج يخشى من طلاق زوجته الوقوع في الزنا يكون الطلاق حرام في حقه، لكن لو طلق بالشروط المتفق عليه هذه اللي ذكرناها يكون طلاقه سنيا، فهو سني وهو حرام. قال: فالسني واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب، فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم، وما لم يستوفها فبدعي ولو وجب، كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة أو وطئ وتضررت ولم ترضى بالمقام معه. هذا واجب عليه أن يطلق، وقد يكون يطلقها في الحيض بدعي وهو واجب، قد يكون بدعيا وهو واجب، كالشخص الذي يعني ما عندهاش ما ينفق عليها ولا يضار بها ولا يوقع عليها الضر، فيجب عليه أن يطلقها، وقد يطلقها في على خلاف السنة في الحيض أو في طهر المس فيه، فهو بدعي وهو واجب. وكذلك السني قد يكون السني استوفى الشروط، طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة، هذا وصف للطلاق السني، لكنه قد يكون حراما لأنه إن طلقها خشى على نفسه الزنا، فهو حرام عليه أن يطلقها، لكن لو طلقها بهذه الأوصاف فهي طلاق سني، اجتمع أن يكون سنيا وحراما. يعني ما فيش تلازم بين السني والأحكام التكليفية كونه محرم. أي لا، ما فيش تلازم، لأن السني معناه مش معناه أن الطلاق سنة، هذا يرد الاعتراض لو قوله الطلاق السنة معناه أنه يسن له الطلاق، فلا يمكن يجتمع أن الطلاق يكون سنة ويكون حراما، لا، لكن مراد بطلاق السنة أنه وقع على وفق السنة، وقع على وفق ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق، فما أذن به والصور التي أذن بها قد تكون حراما وقد تكون جائزة طلاق فيها يعني. نعم. قال: وأشار إلى شروطه وهي أربعة بقوله: واحدة كاملة أوقعها بطهر لم يمس أي لم يطأها فيه بلا إرداف في عدة. واحدة كاملة معنى مش نصف طلقة، يقول طلق نصف طلقة لأربع طلقة يلزمه الطلاق، لكن هذا كلام بدعي، ما ينبغيش المسلم يطلق هكذا، يقع بها الطلاق، وإلا طلق جزء المرأة، بل يقول أنت طالق، قال ربعك طالق ولا نصفك طالق ولا شعرك طالق، فإن الطلاق يقع عليها، ولكنه طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا. نعم. أيوة، كاملة. بارك الله فيك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.